حياكم الله مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة آفاق للتحليل الإحصائي والأبحاث العلمية وسلسلة دروس برنامج SPSS إصدار 25 باللغة العربية، الدرس 11 اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات الكمية. دايما في الريسيرش أو في الأبحاث بهمني قبل ما أحلل الداتا إني أعرف هل بياناتي تتوزع توزيعا طبيعيا أو لا. معرفتي بهذا الكلام بفيدني بنوع الاختبار اللي بدي أستخدمه بعد هيك. لو كانت بياناتي موزعة توزيعا طبيعيا رح أختار البارامتريك تيستس أو الاختبارات المعلمية، أما إذا كانت البيانات موزعة توزيعا غير طبيعيا رح نستخدم النون بارامتريك تيست أو الاختبارات اللامعلمية. في كتير من الفحوصات البدائية اللي بنقدر عن طريقها نعرف إذا كانت الداتا موزعة توزيعا طبيعيا أو لا، زي مثلا الساق والورقة الستيم أند ليف، زي مثلا الهيستوغرام، زي الكورتوسيس اللي هو التفرطح والالتواء السكوينس أند كورتوسيس. ولكن الأس بي أس أس أعطانا فحص كتير مهم وكتير دقيق في معرفة إذا كانت الداتا نورمال أو موزعة توزيعا طبيعيا أو لا، اللي هو فحص إكسبلور، وبناخد قراءات شابيرو ويلك تيست وكولموغروف سيمونوروف تيست. ملف الاس بي اس اس اللي قدامنا بيحكي عن مجموعة من الطالبات، هدول الطالبات اتقسموا لا كنترول ولا انترفنشن. الانترفنشن جروب اخذوا تدريب على موضوع معين والكنترول ما اخذوش اي شيء. هلا رحنا قسنا المعرفه تبعت الطالبات لهذا الموضوع اللي احنا بدنا ندرسهم اياه قبل ما نعطيهم اي شيء، وبعد ما اعطيناهم وخلصنا لهم التدريب عملنا لهم الفحص كمان مره وقسنا فيه طبعا المعرفه. طبعا عندي الداتا الكنترول انترفنشن داتا زي ما احنا شايفين هي نومينال داتا، اما الداتا اللي بتحكي عن النوليدج او المعرفه لدى هدول الطالبات قبل عمل التدريب وبعد عمل التدريب فهي عبارة عن سكيل. المطلوب مني الآن بدي أعرف إذا كانت البيانات تبعتي تبعت الديبندنت فاريبل التنين هو الأوتكم فاريبل اللي أنا بدي أقيسه. بدي أشوف إذا كانت هذه البيانات موزعة توزيعا طبيعيا بالنسبة لمتغير الكنترول والانترفنشن. كيف بدنا نعمل هذا الاختبار؟ حنروح على Analyze Descriptive Statistics وبعدين حناخد Explore. رح تفتح لنا هذا مربع الحوار اللي اسمه Explore، رح نحكي له انه بدنا احنا نختبر فحص التوتال. هاخد بالاول التوتال نولج بوست في الديبندنت، ممكن احنا نختبرهم مع بعض لكن انا راح اخذ واحد واحد. بالنسبه للفاكتور ليست اللي هو الكنترول انترفنشن، في الستاتستكس راح اختار بس الديسكريبتيف، في البلوتس راح اختار الهيستوغرام بدل باي ديفولت بتكون ستيم اند ليف، راح الغيها ما بدي اخذها، بدي اخذ الهيستوغرام وراح اخذ النورماليتي بلوتس وذ تيستس، وهنا راح اعمله الاكس البوكس بلوتس ما بدي اياه راح اعمله نن. راح اعمل كونتينيو. في الاوبشنز هي باي ديفولت اكسكلود كيسز ليست وايز، يعني اذا في عندي ميسنج داتا انت استبعدها تماما من الشغل، وهذا بالنسبه لي كويس. كونتينيو. هنا ممكن انت تاخد statistics او تاخد يعني فحوصات احصائية او تاخد plots اللي هي الرسومات او تختار البوث. خلينا احنا على البوث، هنعمل اوكي. رح يفتح لنا الاوتبوت، شاشة الاوتبوت اللي بتحتوي على اكتر من جدول واكتر من رسومات. رح نيجي نقرأ الرسومات تبعتها. أول إشي أول جدول بيحكي عن الكيس بروسيسنج سمري، بتحكي إنه في عندي 43 حالة طبعاً في الكنترول جروب و43 حالة زيهم في الانترفنشن. كمان ما عندي أي ميسنج داتا. بالنسبة للجدول الثاني اللي هو جدول الديسكريبتيف،
جدول ديسكريبتيف بوصف لنا الوسط الحسابي، درجات الثقة، الوسط الحسابي المقطوع، الميديان، التباين، وهكذا. السكوينس قديش، الكورتوسيس، طبعا منهم ممكن ناخد احنا نعرف اذا الداتا رايحة للنورماليتي او للتوزيع الطبيعي او لا. نفس الاشي طبعا بالنسبة للانترفنشن. الجدول الثالث وهو الجدول الاهم في الموضوع وهو التست اوف نورماليتي. التست اوف نورماليتي راح اطلع على الجدول، في عندي قراءتين statistics وفي عندي السيج. نفس الاشي في الانترفنشن، في عندي الستاتستيكس وفي عندي السيج. بالنسبة للشابيرو والليك تيست في عندي برضو قراءة تانية، في عندي قراءتين، واحدة لكولموجروف سيمينروف وشابيرو والليك تيست. طبعا هنا الداتا طلعت السيج تبعتها اكبر من 5%. فحص النورماليتي تيست او توزيع طبيعي للبيانات بيفترض عندي انه الداتا نورمال، يعني الداتا موزعة توزيعا طبيعيا. كانت اكبر من 5% زي هذه الحالة فاحنا نقبل الفرض الصفري، يعني بتكون الداتا نورمالي ديستريبيوتد. وبالنسبة للانترفنشن برضو نفس الاشي، 2 من 10 يعني اكبر من 5% فالداتا عندي هين normally distributed. بالنسبة لقراءة شابيرو كانت عندي 45 من 1000 بالنسبة للكنترول، وبالنسبة للانترفنشن كانت 77 من 100. هنا الخمسة وأربعين من ألف هي أقل من 5%، معنى هذا الكلام إنه راح نرفض الفرض الصفري ونحكي إنه داتا الكنترول is not normally distributed، يعني موزعة توزيعا غير طبيعي، ولكن داتا الانترفنشن موزعة توزيعا طبيعيا. طيب صار في عنا هنا يعني الانترفنشن الكولموروف سيمينروف والشابيرو والكتست ما اختلفوا عليها، ولكن اختلفوا على قراءات الكنترول. اعطاني اياها شابيرو والكتست انها هي موزعة توزيع غير طبيعي، ولكن كل مقروف سيمينروف أعطاني إياها إنها موزعة توزيعا طبيعيا. أخذ قراءات شابيرو والكتست أكثر من كل مقروف راح أعتمدها، لأنه الدراسات بتحكي إنه ممكن هي تكون مقبولة أكثر من كل مقروف سيمينروف. إذا هنا الخلاصة إنه الانترفنشن الداتا تبعتها والبيانات موزعة توزيعا طبيعيا، أما الكنترول موزعة توزيعا غير طبيعيا. طلعنا على الهيستوغرام تبع الكنترول راح نلاقي انه رايح للداتا انها تكون شوية not normal او يعني موزعة توزيع غير طبيعي، ولكن هنا يعني شكل البل بكون اوضح في الانترفنشن لانها كانت موزعة توزيعا طبيعيا. بالنسبة للرسمة هذه الكيو كيو بلوتس يعني تقريبا اجت على الخط، ولكن في عنا هنا قيم شاذة، يعني هي يمكن اللي خلت الداتا نوت نورمال او ماشية في اتجاه انها مش نورمالي ديستريبيوتد زي ما حكينا، اللي هم هنا العلامات هذه اللي كانت شوية منخفضة بالنسبة للكنترول. لكن لو لاحظنا الكيو كيو بلوتس الثاني تبع الانترفنشن راح نلاقي القيم الشاذة اللي طالعة عن الخط اقل، وبالتالي صار في عنا يعني هنا تنتين هدول هم يمكن اللي طالعين، فصار في عنا اللي هو البل شيب افضل، وبالتالي اخذ اتجاه التوزيع الطبيعي. طيب لو اروح راح اروح اشتغل على على النولج بري، راح اخذ analyze descriptive statistics explore، بس راح ابدل التوتال نولج بري مع البوست. نفس الاشي في الستاتستكس هاخد descriptive بالبلوتس، نفس الاشي الخيارات اللي اخترناهم طبعا هما هما. اوكي هنعمل اوكي. نفس الاشي الكيس بروسيسنج سمر اللي حكينا عليها بالنسبة للدسكريبتيف ستاتستكس. فحص النورماليتي بالنسبة للكنترول كان عندي الكل مقروف 7 من 1000 وشابيرو 1 من 1000، التنتين حكوا انه الداتا مش موزعة توزيعا طبيعيا بالنسبة للكنترول، وهي موزعة توزيعا طبيعيا بالنسبة للانترفنشن. لو قارنا هذا الكلام بالهيستوغرام هنلاقي انه واضح انه الكنترول
مش موزعة توزيعا طبيعيا، في علامات كتير يعني عالية وصلت 75، وفي علامات كتير واطية ورايحة عاملة سكويد to the left side أو لا الشمال. ولكن هنا في الانترفينشن أخذت اللي هو منظر البيل شيب أكتر، يعني في مقاربة للحالات بشكل أكتر، ما فيش في عندنا يعني يعني هنا كان شكل البيل شيب أوضح. بالنسبة للكيو كيو بلوتس بالنسبة للكنترول زي ما احنا شايفين هذه كتير قريبة من الخط، لكن في عندنا هنا قيم الشاذة اللي احنا حكينا عنها في الهيستوغرام هنا هي اللي عملت المشكلة. بالنسبة للكيو كيو بلوت لا الانترفينشن واضح منه انه يعني كتير قريبة من الخط، وهذا يعني انه الداتا برضو is normally distributed او موزعة توزيعا طبيعيا. الى هنا اعزائي المشاهدين بنكون انتهينا من استخدام الامر اكسبلور في معرفة التوزيع الطبيعي للبيانات الكمية. مشاهدة ممتعة اتمناها لكم. إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.